لأنه الآن إذا كان ما صارتش 25 جويلة واتخذ رئيس الجمهورية هذه القرارات لمسك بزمام الأمور ويعني باش نمنع تونس من هذه الفوضى والاقتراض للخارج ولا يعني والعمالة وما إلى ذلك، تونس ستنهار. وهي اليوم فرصة حتى يعبر الأحرار الوطنيين التونسي أحرار على إرادتهم الصادقة لمساندة مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذا التمشي، والمطالبة كذلك باستفتاء شعبي في ظل تغيير نظام سياسي جديد، يكون نظام سياسي مرتكز أساسا على رئاسي والبرلمان بدون يعني هنا ما نحيش برلمان، البرلمان مش يقعد في دوره التشريعي لكن في أي ظروف سيرجع، يجب يرجع في إطار قانون انتخابي جديد يضمن الشفافية ويضمن يعني المصداقية ويطلعوا فيه ناس صادقين ومش ناس مرتشين ولا ناس يعني يصرفوا الأموال يوم الانتخابات والمليارات تهبط والشعب التونسي جيعان. أين هم عندما قد تخدوشة بيت في جبانة سيدي عرفة في قيروان؟ ماذا فعلوا لها؟ أين هم عندما السيدة عمرها 70 سنة فاطمة في عين جلولة تعيش إلى الآن في كوخ؟ أين هم؟ تظهروا أموالهم وتظهروا يعني الأغذية متاعهم والمساعدات متاعهم تظهروا يوم الانتخابات.